ونزولا على المناسبة وقيمة الحدث يا باشمهندس، كان لازما بشكل استثنائي نضيء اليوم الشموع الحمراء. كويس فكري أباظة، رمز بقيمة الأهلي. يعني كويس قوي إعادة ترتيب الأولويات، إنك تبدأ بعد النشيد الجميل ده بكاتب هذا النشيد. كاتب هذا النشيد فكري باشا أباظة، وشوفوا قيمة النادي الأهلي ورموز النادي الأهلي لما يكون نشيد اتكتب من عقود وإذا به يضيء طريق الأهلي في القرن 21، عشان تشوفوا قيمة الشموع الحمراء اللي بيقيدها ويشعلها الآباء المؤسسون ورؤساء الشرف ووكلاء الشرف تباعا. هو ده النادي الأهلي، وهي دي قيمة النادي الأهلي. هو أنت ما لفتش نظرك حاجة غريبة؟ أنا دائما النادي الأهلي بأفكاره يسبق الأحداث. يعني كتابة هذا النشيد كانت إرهاصة لما هو قادم. هل كان يتوقع فكري باشا إنه هيجي عمار الشريع رحمة الله على الجميع يلحنه، وبعدين يجي النهاردة الأوبرا تسمعنا هذا النشيد الرائع في الأهلي المعاصر؟ استشراف المستقبل وثقة أبناء الأهلي في المستقبل بتخليهم يعملوا حاجات يا أخي تدهشك.